في عشرينيات القرن الماضي، ويحتاج اليوم إلى ترميم شامل في انتظار إنجاز قنطرة جديدة. بوشعيب العماري وأحمد الحمري. على وادي زندلة يعيش هذا الجسر مرحلة فراغ طيلة أيام الأسبوع. اللهم إذا استثنينا يوم السبت حيث يقام سوق أسبوعي محادي لدفة الوادي، عدا ذلك فأغلب العابرين وعلى قلتهم هم تلاميذ بإحدى الإعداديات الداخلية. يعود بناء هذا الجسر إلى العشرية الثانية من القرن الماضي، يمتد على مسافة 160 مترا، وعرض سطحيته لا يتجاوز المتر والنصف. القنطرة هذه بناوها في عهد الحماية الفرنسية، بناوها للاستعمار باش تضبط بين منطقة غزاوة ورهونة، وباش الراجلين بقاو يعدوا للسوق ديال رهونة يتسوقوا. وكنظن هذه راه تحفة مخصد شوية ديال الاهتمام وتصيب باش ما تندثرش. باقا صالحة ماشي بزاف، عادي هي بقات كتهدم شي حاجة من التحت من الواد، والواد تحت منا وتهدم. عاد يعني نشوفوا كيفاش يعدلوها على حسب الدراري كيطلعوا من هنا من المدرسة، السوق كيعمار. أنشئ هذا الجسر لتسهيل تنقل ساكنة قبائل غزاوة وقبائل الرهونة، واللتين تطمحان إلى تحقيق حلم جسر لفك عزلة وسائل النقل العصرية عن الساكنة وتسهيل ولوجها وتنقلها بين الضفتين. كما أن هذا المشروع سيعمل على تحسين والولوج الساكنة والقبائل المجاورة لهذا المرفأ. القنطرة المقبلة ستنشأ على مسافة 30 متر على مستوى واد العرض 6 أمتار. مشروع القنطرة الجديدة لا يعني الاستغناء الكلي عن هذا الجسر أو طمس معالمه، بل سيبقى على حاله.